خلينا نروح عبر زوم مع واحد من النجوم السويسريه الشهيره جدا او الشهير جدا الحقيقه، رامون فيجا، وهو نجم دفاع توتنهام الانجليزي والسابق وواحد من ابرز نجوم المنتخب السويسري في عصره الذهبي. لعب لانديه جراس هوبرز السويسري وكالياري الايطالي وتوتنهام الانجليزي وسلتيك الاسكتلندي، وحصل على بطولات عديده، وحاليا هو احد اهم رجال اقتصاد كره القدم على مستوى العالم. مستر رامون فيجا، اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. Thank you very much for having me. انا التاجي، شكرا. شكرا اسلام، شكرا. طيب حابب اعرف رايك اولا في تاهل النادي الاهلي للنصف النهائي على حساب الدحيل، ثم مواجهه البايرن بطل اوروبا واللعب على الميداليه البرونزيه. طبعا اولا احب ان انا اهنئ النادي الاهلي الرياضي لما حققه، لان طبعا النتيجه اللي قدمها جميله، وعلى مستوى الكوره الافريقيه نحن كنا نحتاج دائما لايجابيه، والاهلي اكبر فريق في افريقيا حقق لنا هذه الاجبيه، وورى العالم ككل ان افريقيا عندها نوعيه عاليه من الكوره ويمكن ان يحققوا المزيد من المزيد. وانا شايف ان الخبر النهارده اللي بنتكلم فيه وخبر سعيد بالنسبه للاهلي وبالنسبه لمتابعي الكره الافريقيه، واتمنى للاهلي كل النجاح والتوفيق. طيب رايك في فريق بالميراس البرازيلي ومباراه غدا مع النادي الاهلي؟ طبعا الموضوع هيكون ماتش صعب، يعني منافس صعب. البالميرا من الفرق المعروفة انه ذو امكانيات عالية، سرعات لاعبينه عالية، ولكن في الوقت ذاته عايز اقول ان الاهلي لديه لعيبة ذو نوعية ومهاجمين اقوياء جود وحارس مرمى كويس، وعندهم كذلك نوعية قوية وسرعة قوية. انا شايف ان المباراة لن تكون سهلة، هتكون مباراة قوية على الفريقين ان يلعبوها بكل قواتهم، لان انا شايف ان الاهلي لديه الفرصه في كسر انه يكسب المباراه، واتمنى له ذلك. طيب كيف رايت المدير الفني بيتسو موسيماني للنادي الاهلي خلال المباراتين السابقتين، وكيف تتوقع ان يلعب غدا؟ انا شايف ان اخر مباراتين آخر مباراتين أرونا كيف أن مدير الأهلي يمكنه أن يحمل فريقه إلى النجاح. وطبعا كون أن احنا وصلنا لمرحلة الفاينل وعلينا أن احنا نقابل البالميراز وهو منافس قوي، أنا شايف أن هو عليه أن يكون حريص وأن يكون عنده التكنيكات الدفاعية المناسبة، وكذلك أن يكون لديه مفاجآت يقدمها لنا من خلال مهاجمينه حتى نرى مباراته تسعدنا جميعا. الاهلي حقق البرونزيه عام 2006 على حساب كلاب امريكا المكسيكي. في ذلك الوقت كان كلاب امريكا يضم عدد كبير من نجوم المنتخب المكسيكي. كيف ترى حظوظ النادي الاهلي امام بالميرس؟ أنا اللي شايفه أن الأهلي لديه فرصة كبيرة مبدئيا أن يقوم بهذا الأمر، طبعا هيكون شيء جميل. أنا طبعا عايز أقول أنه كنادي قدامه الفرصة، وكذلك البطل الأفريقي لديه الفرصة، وإحنا النهاردة برضو من مردود هذه المباراة أن هيكون هناك مردود إيجابي على مستوى مشجعي الكرة عامة على مستوى العالم، وكيفية التي يمكن بها لفريق أفريقي أن ينافس على المستوى الدولي، وهو ما حققه الأهلي، وأنا أرى أنه لديه الصدارة في هذا الأمر. النهائي بين بايرن ميونخ وتجريزونال المكسيكي، هل تتوقع، ودائما ما يكون التوقع بالنسبة للبايرن، أم من الممكن أن تحدث مفاجآت من تجريز؟ طبعا أنا أوافق مع حضرتك في أن هناك عنصر المفاجأة متوقع، لأن المكسيك دولة اعتادت الوصول إلى النهائيات ونهائيات الكونكاف، وهم عندهم كذلك مش بس لعب كويس، إدارة كويسة، تسويق كويس، ولكن بايرن ميونخ فريق كبير بدون شك، والألمان عندهم النظام وعندهم المعرفة الواضحة بالأهداف، ولكن أنا ما زلت أرى أن يمكن
هتشوف مفاجأة كبيرة، وأنا شايف إن ده لو حصل ده هتبقى حاجة كويسة لكرة القدم عموما لو الأمريكان كلاب تيم قدر يكسب. طيب، ما بين حين وآخر بيتردد اسمك كمرشح لرئاسة الفيفا، من وجهة نظرك هل تستمر البطولة على نظامها الحالي أم أن هناك نظام آخر أفضل تسويقيا وفنيا؟ فما رأيك؟ طبعا بدون شك برضو عايز أقول أن النظام الحالي موجود منذ سنوات عديدة، وبالتالي من الطبيعي أنه يجب مراجعته لأنه مطلوب أن نحسن منه. أنا لدي بعض الأفكار التي أراها مفيدة سواء بالنسبة لعدد الفرق التي ممكن أن تشترك، وكذلك من كيفية التسويقية، ولدي أفكار نعم جيدة، ولكن أعتقد أن مش ده أنسب معاد لمناقشتها الآن. أنا بشكرك شكرا جزيلا رامون فيجا، واحد من أهم وأساطير كرة القدم السويسرية، كان طبعا بيلعب في توتنهام الإنجليزي. شكرا جزيلا على تواجدك معنا.